السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة عبير عامر. النهاردة طبعا في الأول ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وما تنسوش اللايك لو سمحتوا، وتسيبوا كومنت حلو تحت زيكم كده تقولوا ايه رأيكم في الأكلة. النهاردة هنعمل أكلة بحرية اسكندرانية يعني حلوة قوي، اللي هي هنعمل إن شاء الله كابوريا وصبيت وكمان معاهم رز صيادية، فهوريكم كل حاجة بتتعمل ازاي. هنبتدي الأول بالكابوريا. الكابوريا طبعا غسلتها، غسلنا الكابوريا وحلو جدا، وصفيتها من الميه وحطها في حله من غير ولا نقطه ميه لانها بتنزل ميتها، ما تحطيش ما تسلقهاش بالميه، بتحطي فيها ميه، لا تحطيها وهي من غير ميه. وحط عليها بصله متقطعه كده اهوت، حتت كبيره مش مشكله، وكمان طماطميه متقطعه، لو ممكن فلفل رومي متقطعه برده. وحط بقى البهارات ملح وفلفل اسود وكمون. بولع عليها البوتاجاز، بولع عليها النار واخليها كده اهوت، وايه واعملها كده عشان اقلب الحاجات مع بعض، اعملها كده اهوت بالشكل ده عشان التوابل كلها تتقلب فيها والطماطميه والبصلايه، واخليها كده من غير ولا نقطه ميه، خلي بالكوا، ها، واسيبها كده على النار لغايه ما تتسلق. وهنروح ونيجي دلوقتي نشوف ايه السبيت. دلوقتي بقى السبيت اهو، السبيت طبعا احنا بنجيبوه متنضف، هو السماك بينضفه، بيطلع من الراس طبعا، بيطلع من هنا الحته اللي زي عامله زي البلاستيكه كده اهوت في الجسم بتاعه، ومن الراس بتاعتها بينضف اللي فيها، بيبقى فيها عينين كده كلها حبر هو بينضفها، وفيها من هنا من تحت كده اهوت بيقول عليها البق بتاع السبطايه، بتبقى فيها حاجه زي الباغه كده صغيره بني كده بيطلعها برده، وبغسله بتبقى زي الفل. واروح متبلاه بقى طبعا بتوم وكمون وملح وممكن شطه كمان. وتبلته وسبته مثلا ساعتين ثلاثه، ودلوقتي حطيت احسن حاجه تقلي السبيت في حله مش في طاسه، حله عشان في بتغطيه، لان السبيت من نوع بيفرقع، فانت تحطي وتغطي وهكذا، خلي بالك عشان ما يفرقعش، ويملى ساعات بيملى الدنيا كده زيت من كتر ما بيفرقع. فجبت الدقيق وهحط بقى ايه السبيت في الدقيق كده عادي زي ما احنا عارفين بنعمل ازاي السمك في الدقيق يعني، ويكون الزيت طبعا يقدح. اعمل كميه مثلا من السبيت احطه في الدقيق كده اهوت. الدقيق ممكن تحطي فيه كمون وتحطي فيه ملح، او ممكن لا، انا ما حطيتش لان انا متبلاه حلو برده، مفيش داعي لزيادة التتبيلة يعني، مخليه الزيت يقدح اهو على النار في حلة، احسن حلة غويطة احسن عشان السبيت غلسته ان هو بيفرقع، ربنا يستر. او اعمل مجموعة من السبيت في الدقيق عشان ايه انزل مرة واحدة، مثلا هعمل الجسم ده مثلا دفعة واحدة واعمل مثلا الروس مع بعض وهكذا. شوف هنزل واحدة كده اشوف الزيت قطع ولا لا، ده لسه شوية ما لحش. بعد ما قدح الزيت بقى نحط السبيت ونخلي الزيت يغطيه، يعني عملت في حلة غويطة عشان نخلي الزيت يغطي السبيت. واروح مغطياه بقى كده واسيبه يقلي مع نفسه، وبعد شويه مثلا اروح معريه شويه، اعريه شويه بس ايه، ممكن اطفي النار عليه واخليه يهدى شويه، اروح معرياه عشان ما يفرقعش في وشي، لان ممكن وانت اول ما تعريه كده اهوت وهو النار شغاله يروح مفرقع فيجي في وشك يعني بعد الشر يعني. فانت احسن حاجه بعد شويه كده اهوت تطفي البوتاجاز وتخليه يهدى شويه، تروحي معريه عليه من الغطا وتروحي مقلباه مثلا، او لقيتيه اتقلى تطلعيه، وهوريكي دلوقتي. طلعنا اول دفعه من السبيت اهو، طفيت عليه النار زي ما قلت لكم، لازم السبيت دوت يتعمل في حله مش طاسه، حله تكون غويطه واحط فيه زيت يغطيها، واحط حبه حبه يعني. انا احط مثلا الجسم اللي تحت الاول، بعد كده هحط الروس،
وغطي عليه، لازم يتغطى عليه عشان ما يتبطش وبيفرقع. ولما تيجي بقى تشوفيه استوى ولا لا، تطفي عين البوتاجاز عليه وتسيبيه شويه يهدى، تروحي مع الرياه بقى ومطلعاه عشان ما يفرقعش فيكي. وبعدها نحط الجزء الثاني، وهوريكم كمان ايه الكابوريا عملت ايه. دي بحط اهو، وفيها بطروخ يعني كمان اهي، بتحط معاها بيتقلى برضو. حطيت الجزء ده واغطش عليه برضو تاني، وافتح عليه يعني البوتاجاز، وتخليه بالشكل ده كده هو يعني ايه، ما تحرقهوش وما تخلوش ناشف قوي، يعني تخليه بالمنظر اللي هو الذهبي ده يبقى حلو. اما بقى الكابوريا اللي قلت لكم عليها، انا حطيتها على البوتاجاز من غير ولا نقطه ميه. الكابوريا تسويها من غير ميه، لانها بصي بتنزل ميه، اهي بتنزل ميه. حطيت عليها طماطمايه متقطعه وبصلايه متقطعه وملح وفلفل اسود وكمون، وغطيت عليها، هي بتنزل ميتها، ولما تشرب ميتها خالص تدفي عليها البوتاجاز، لان الكابوريا ما بتغيبش والسبيط كمان ما بيغيبش على النار. ولما برضو اطلع دفعه تانيه ارجع لكم. دلوقتي بقى هنشتغل بقى في الرز الصياديه. حطينا زيت ونحط البصله، نكون مصفيينها من العصير عشان تتحمر معانا بسرعه. احمر البصله اخليها غامقه شويه، رز صيادية عشان يبقى لونه كده بني غامق، لازم البصلة تتحمر جامد، متتحرقش طبعا يعني، بس تبقى غامقة يعني عشان تدي اللون. لما تتحمر اوريها لك. بس لازم تغمق عشان الرز يطلع رز سعودي بيبقى بني لونه حلو، مبقاش فاتح. اتحمرت ما اتحرقتش كده، هي لازم تبقى غامقه، الرز السعودي لازم البصل يبقى غامقه. اروح حاطه بقى ايه الميه المغليه، ميه غليتها في الكتل، وأحط الملح وبشر ده بيفرقع يعني مع نفسه، وأقلب بقى الملح مع المية اللي حطيتها والبصل، أروح منزلها رز. بس استنى المية لما تغلي شوية، أنا حتى كنت حاطة مية مغلية، فأروح منزلها رز على طول. لو حطيتي ميه بارده تستنيها لما ايه تغلي. وقلبه وحط تحتيه طبعا الشياط عادي، واسويه عادي زي الرز بقى بعد كده، وهوريكم بقى التقديم النهائي ان شاء الله. دلوقتي اخيرا الغدا خلاص، خلاص الكابوريا هي استوت. زي ما قلت لكم الكابوريا تحطوها في حله من غير ولا نقطه ميه، تحطوا عليها طماطمايه متقطعه وبصلايه متقطعه، وممكن في قرن فلفل رومي متقطع، والملح والفلفل الاسود والكمون، وتسيبوها مع نفسها هي تنزل الميه لغايه ما تشرب الميه خالص، وهتبقى باللون ده. مش الكابوريا مش بتغيب على النار، خلي بالك. والسبيط برده ادينا حمرناه، بيكون اللون الذهبي ده كده مش غامق. لازم تعملوه في حله غويطه وفي عريزه يغطيه، وتغطوه عشان ما يفرقعش في ايه فينا. وادي الرز الصياديه لونه حلو قوي، عملته اهو. لازم اغمق البصله الاول بس، وتفضلوا معانا
وده كان غدانا النهارده، حبيت اشارككم يعني تشتركوا معايا في الغدا، واذا عجبكم الغدا النهارده سيبوا لي كومنت حلو زيكم كده تقولوا ايه رايكم فيه، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك، حطوا لي لايك لو سمحتوا، والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر.